لو سمحت، اللي عاوز يسيبك ويمشي قول له اتفضل، ما تتمسكش بيه. ما دام الشخص ده عنده الرغبه انه يبعد عنك، خلاص طاقته خلصت، مصلحته معاك خلصت، وقته اللي كان بيقضيه معاك خلاص انتهى، ما بقاش يشعر باللذه معاك، ما بقاش شايفك يا عم. تمسكك فيه زياده عن اللزوم هيسبب لك خيبه من الامل، مش بس كده، هيوقع كرامتك وهيسقطها. والطرف التاني كل ما تتعلق بيه اكتر ويحس انك محتاج له اكتر، كل ما هيتنافر معاك وهيبعد اكتر. ولو ما بعدش وفكر انه يكون جنبك، هيكون جنبك غصب عنه، وما دام جنبك غصب عنه يبقى توقع انها تاخد على راسك منه طول الوقت، ولا هيديك مشاعر ولا هيديك المصلحه اللي انت عايزها منه ايا كان. طيب الشخص ده عاوز يمشي من حياتي بسهوله كده، بعد ما اديته من حبي واديته من طاقتي واديته من مالي واديته من اعمالي وكل الحاجات ديت بسهوله كده، يقول لي يلا بالسلامه، يخني كده بسهوله ويسيبني ويفارق ويروح لحد تاني. يا عم يولع، ما دام هو رغبته في التخلي لا تتمسك، لان تمسكك في هذا الوقت خاطئ جدا، هيسبب تدمير ذاتي، هيخليك ما تشوفش مصالحك واولوياتك. عنده الرغبه للذهاب، اتفضل يا حبيبي، بابي مفتوح لك في اي وقت، وقد يكون بابك مغلق في اي وقت، على حسب حريتك، على حسب الشخص ده عمل معاك ايه. لكن افتح الباب دايما على مصراعيه. عاوز تيجي يا حبيبي، تيجي بشروطي بقى. انت مشيت بشروطك ومشيت في الوقت المناسب ليك، تيجي على كيفي وعلى مزاجي وبشروطي في الوقت المناسب ليا. زي ما حد دلوقتي بيتصل عليا، هو بيتصل عليا في الوقت اللي يناسبه هو، لكن قد يكون الوقت مش مناسب ليا، فمن حقي اني ما ردش. ولو انا بتصل على حد في وقت غير مناسب ليه، من حقه ما يردش. فاللي يخرج من حياتك افتح الباب وقول له يلا ما نشوفش وشك تاني يا حبيبي، ده لو عمل لك حاجات سلبيه ودمرك وجاي علشان يضرك اكتر، قول له باي باي. تمسكك فيه ده تعلق، التعلق يسبب طاقه فقر، طاقه الفقر تجذب مثلها، فبالتالي هتلاقي اعمالك، هتلاقي مالك، هتلاقي جمالك، هتلاقي صحتك، كل الحاجات دي بتضيع لاجل شخص ما انت متعلق بيه في وقت خاطئ هو مش عايزك فيه. الشخص ده عنده أولويات تانية، مصلحته خلصت معاك، خد المصلحة وتوكل على الله. اعتبر بقى المصلحة ديت مال، حب، جمال، أيا كان اللي انت عملته للشخص ده، اعتبر ان ده زكاة. أحيانا تزكي ويطلع للشخص الخطأ، ولكن رايح لرب العباد. انت بتزكي بتعمل تجارة مع ربنا مش مع البشر. مهما كان الزكاة ده او الشيء اللي انت عملته وقدمته للطرف التاني ده، شيء جاي من جهدك ومن صحتك ومن مالك واولوياتك وطلع في المكان الغلط، اعرف انه مع رب العباد مش في المكان الغلط، ربنا هيكافئك عليه في الوقت المناسب ليك. فاوعى تزعل، وزي ما قلت لك اللي عاوز يمشي باي باي يا حبيبي، لكن ترجع بشروطي. الحاجة التانية، تعلقك الزايد بالاخرين مش بس هيستنزف طاقتك وهيسحب إرادتك، هيخليك كمان مزاجك مش رايق لكل أعمالك، لكل أهدافك وطموحاتك. ولو كنت باني أهدافك وطموحاتك على شخص تاني ومش مكتفي بنفسك، احذر، أنت بتدمر نفسك. لازم مبدئيا تكتفي بذاتك وتتعامل بناء عن أولوياتك وقدراتك، وبعد كده يبقى عندك فائض من الاهتمام بالآخرين، يبقى عندك فائض من العطاء، يبقى عندك فائض من الاهتمام. ووقتها اللي عاوز يمشي قول له باي باي، لأن أنت أصلا مكتفي، فبوجودهم أو من غيرهم أنت كده كده مكتفي. فأوعى تتعلق بحد عاوز يسيبك ويمشي، لأن ده هيدمرك أنت وهيخلي الشخص التاني يديك على راسك. وكل مرة ما دمت أنت اللي بتطلب وجوده، خلاص ضمن وجودك. فما دام ضمن وجودك، وده على فكره في علاقات العاطفيه، في علاقات الزواج، ما دام الشخص ضمن وجودك بجواره، شكرا، كل الالام هتشعر بيها، لكن انا مكتفي، وجودك ما يضرش، بعادك ما يضرش، احنا الاثنين بنتشارك في الحياه،
ساعدني وساعدك، تحبني احبك، تهتم بيا اهتم بيك. غير كده يا حبيبي انت من طريق وانا من طريق. ولما نلتقي في نقطة تانية، وقتها لما يكون عندك القدرة انك تعطيني كما اعطي لك، واللي يقول لك ادي وتستناش مقابل، لا، في العلاقات ادي واستنى المقابل. لان لو بدي احترام والشخص ما بيحترمنيش اخليه في حياتي ليه؟ بدي امان والشخص مش مديني امان اخليه في حياتي ليه؟ يبقى ملوش لازمة، اركنه على جنب. ادي اولوياتك للشخص اللي تحس انه يشبهك، اللي محسسك بالامان، اللي مش ممكن يخونك، مش ممكن يبيعك، مش ممكن يخلص مصلحته ويسيبك ويجري، اجري وراه بالطوب على طول. الفكرة كلها متوقفة على عطائك رايح لمين، لله ولا للناس. واللي يسيبك ويمشي تقول له ايه؟ اعمله كده، باي باي، اقفل بقى الباب وراك. الفيديو خلص. لو مهتم فعلا انك تفيد غيرك بيه، يلا شاركه مع غيرك وحط تعليقك بالاسفل، واكتب المواضيع اللي انت عايزها نتكلم فيها. نصيحة من اخ لاخوه او من اخ لاخته، اوعى تتمسك بحد عاوز يسيبك ويمشي، قول له يلا مع السلامة. وانتوا كمان مع السلامة، بس انا بحبكم، تمسك بيكم جدا. شاركوا مع غيركم. محمد مصطفى، سلام ورحمة وبركة ومحبة ويسر ووفرة عليكم اينما كنتم.